اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من كبر لافين، واللي يقول حلقه جديده اكيد يقول منيو جديد وضيوف جدد، لكن اللي ما يتبدلش هي الدار المزيانه هذه اللي انا نحبها برشا ونعزها برشا كيما نعز مولاها برشا عبد الستار عميم ستوري. مرحبا بك يا عايشه، مرحبا بكم انتوما، فرحان برشا اللي احنا نتلاقاو في ليله اخرى عشاء مره اخرى بشق فطرنا جميع، وفرحان برشا ما نقولش بالضيفه حتى ما يتنجمش تكون ضيفة اللي معانا، ما تنجمش تكون ضيفة على برشا مستويات، ساعة ما تنجمش تكون ضيفة على مستوى أنا شخصية أنا احنا نعتبرها أختي صغيرة من سنوات كثيرة، وثاني حاجة ما تنجمش تكون ضيفة على إيافام على خاطر هي كذلك بنت إيافام، وما تنجمش تكون ضيفة على رمضان على خاطر هي بنت رمضان. بالنسبة للسادة المشاهدين هي بنت رمضان شكوني، وما تنجمش تكون ضيفة زادة ستورة في الليميسيون ذي خاطر ما جتنيش أول مرة صحيح. جتنا ثاني مرة في كبر لافين في موسمها الأول. دونك ضيفتنا يا جماعة اليوم هي ممثلة كبيرة، كي نقولوا كبيرة نقولوا كبيرة في التمثيل، كبيرة في التجربة، وكبيرة زادة في القدر، حبوها برشا، عندها برشا تجارب، شفناها في التلفزة، شفناها في المسرح، شفناها زادة في السينما. كما قلت لكم نحبوها برشا ونتوحشوها برشا كي ما تظهرنيش في رمضان، لكن هاي ظهرت في الليميسيون هذيا في كبر لافين. على الاقل الاخوه الجزائريين ما يتغشوش خاطر يحبوها برشا ومحبوبه برشا في الجزائر ومحبوبه من الصغار ومن الكبار، يحبوها حسين. وكافر بادي مرحبا بك، يعيشك مرحبا بكم ستوره خويا الغالي، وانت زاد كيف اختي الغاليه، ميرسي على الاستضافه هذيا. مانيش في كما قال ضيفه، انا في داري، ورمضانكم مبروك ان شاء الله، كل عام وانتم حيين بخير، وسيدة زادة المستمعين والمشاهدين زادة رمضانهم مبروك ان شاء الله، رمضان يجينا الكل خير وقسم ان شاء الله. امين يا رب. ونسينا زادة باش نعرفوا اللي كوثر اعلاميه وبنت الدار بنت ايافين. انا ممثله تقدم في البرامج، مانيش اعلاميه ما تسميش ماما. لا مانيش اعلاميه، لا، لكن بالصفة عليك كافر باش تكون إعلامية خاطر عندك برنامج مسموع وعندك جمهور يحبك. عندي برنامج مسموع في نطاق، يدخل في نطاق ممثلة ونعمل في برنامج، والإعلام حاجة أخرى والإعلامي حاجة أخرى، وحتى الخلط ما بين الإعلامي واللي قدم برامج زادة برشا عبيد على خاطر حتى نقرأ ساعة كومنتاريت وإلا نقرأ زادة رأيهم في البرامج شوية، العبيد تخلط ما بين البرامج ما بين الإعلامي ما بين الممثل اللي قدم، معناها بين الصحفي ولا ساعة ياخذوا صحفي ميدان في غزة يقول لك هذا بربي إعلامي وهذا إعلامي، عنده برامج فنية يقدم في الفنانين والسهرات الفنية والمنوعات، يقول لك توا فمش مش كيف الكونسيبت بتاع كل برنامج. كي تبدا في الاذاعه كي تبدا في باش تعمل ليميسيون تاعك، فما هكا شبه بين الممثل وبين الاعلامي او الاذاعي، معناها فما كي ساتورن اكسيون ساي تبدا عندك شخصيه ولا فما كوثر هذيك اللي نعرفوها اللي في الاذاعه هذيك كوثر اللي هي كوثر في الدنيا، فما شخصيه ماهيش بيرسوناج نخدم فيه وماهيش حاجه معناها باش نقمصها، وما هيش كوثر في دور الإعلامية، لا هما ديجا مكلميني خاطرني كوثر الباردي الإنسانة الممثلة مش نكون كيما أنا، وكونسيبت البرنامج بيدو معناها خاطر توا ما تعرف قبلي أنا كان حمزة بلومي وقعت في البداية مثلا كيفاش تبدلوا حمزة بكوثر، ما بدلوش هما حمزة بكوثر، هما وقف برنامج فما برنامج وجا برنامج والكونسيبت نتاع البرنامج نتاعي دائما وابدا انا بعيده كل البعد على الاخبار على السياسه على هي الوقت بيدو التوقيت هذيك من 10 لنص النهار، معني انت كاينها ماجازين كوجينك معناها سويعتين باش نشوف في الاخبار الاجتماعيه الاخبار اليوميه معناها اللي ما يكوثر بلتو على الإيماج دو كوثر اللي أنا معناها
نحبه زيدا وننجم نخدم فيه. دونك هما الناس ساعة يغلطوا يقول لك مثلا كيفاش اليوم فما خبر كذا وانت ماكش تحكي عليه كونسيبت البرنامج بعدي انا تو يحكيوا عليه. مثلا بعدي انا تلقى خلود باش تطلق للسياسه باش تجيب لك الضيف السياسي وطالب باش تجيب لك الاخبار نوع انا ليه انا نوع ولا قبلي انا الناس فما خلط خلط بين ال... ولا برك الكومنتات نتاع ال... خريجي الصحافه قاعدين والممثلين خديو لهم بلاصتهم فهمت كونت حد ما ياخذ بلاصه حد معناها اللي قدم ممثلين اللي قدموا شكون اربعه هما ولا خمسه كنتارت هل الخمسه ممثلين هذوما هما حل حلوا ازمه العمل بالنسبه للصحفيين ما عندها حتى علاقة الحكاية معناها معناها المساحة بتاع العمل ضيقة هي للناس الكل والممثل ما خديش بلاصة صحفيين هم عددهم كبير معناتها وحتى خريجي الصحافة معناه نجم يكون خريج معهد الصحافة ولكن ما يكون اختصاصه حاجة أخرى ما ينجمش يقدم مثلا ما ينجمش يقدم ما ينجمش يكون قدام الكاميرا ما ينجمش كن متأكدة أنه معناها القطاع نحكي البريفي معناها ما يعيط الإنسان مش باش تاخذ أنت بلاصة حد آخر ما يعيط لك إلا ما هو حاجته فما كومبيتونس أنت في شخص النقطة ديك حاجته سينو ما يعيط لكش كان نقلبوها قبل الحكاية يكون إعلامي وتخلي التمثيل شو تنجم تقول كيف كيف إذا كان عنده الموهبة الموهبة بيان سور علاش ليه ما تقلقش انا مش انا ما نتقلق من حتى اللي ما عندوش موهبة انا ما نتقلقش حتى اللي ما عندوش موهبة ما نتقلقش علاش على خاطر فما جمهور هو الفيصل سمحني انت انا مثلا ضد تو برشا يقولوا هذيك دبلوماسيه والا هذيك كلمه اخرى معناتها ليه ما نعطيش رايي في العباد ما نعطيش رايي في انسان قدم خدمه هو فما متفرجين تو يعطيوا رايهم علاش انا نعطي في رايي ولا ناثر خاطر كي نعطي رايي انا نجم يكون عنده تاثير على العباد ما نعطيش رايي في الموضوع فم رأيي النجم نعطيه في جلسة أنا وياك خاصة مع بعضنا أقول لك أنا والله فلين يعجبني برشا فهمت مي أنا باش نجي كما البرامج برشا يحطوا تصويرة هذا وهذا ويقول لك أعطيني رأيك في هذا ما نعطيش رأيي فيه ودايوغ ما نعملهاش بالكل مهما كان شكون الشخص لو رأيك في لذين يظل لي ما عندك فيها حتى قول لذين لذين إن شاء الله إن شاء الله يعيشك ليلى انا لاما الريتم في رمضان يتبدل انا ما تبدلش عليا برشا لاني انا ما نصومش توا عندي مشكل صحي وعملت عمليه وناخو في يعيشك وناخو في دواء وما عنديش برشا العمليه معناتها تدخل طبي اللي صار معناتها عندوش شخص دونك عندي دويات ناخذ فيهم في اوقات معلومه كذا وعندي نظام لازمني نمشي بيه الحمد لله هاني مديبلا روحي دونك الفتره هذه ما عنديش اشكال ولكني بالرغم هكيك انا ما نجمش ناكل في البرة ولا في اوقات بالرغم اللي عندي عذر شرعي معناتها لازمني ناخذ فيه الواحد بتاعي ناخو كل حاجة صغيرة ودواء وحتى كشل الشقة الخطر باش نعشاك من الوجبة اللي هي ما نفوتهاش في الحاجات كما طلب مني الطبيب كهو ان شاء الله باللطف على كل حال ان شاء الله لاباس صحة شريبتكم صحة شريبتكم ونمشيو نجيبو الجارية رجعنا عاد ما تاخوش كعبة الدقلة تاخو دقلة ولا ما تاخوش انا ما ناخوش الدقلة انا من نتعرفش ناكل من اللي جاي من النخلة الكل المسيك الشاي حليه الصفرة هذيك بالشربة بالشربة. ولا لحسو ولا شو بالجاري جاري اليوم شربة شعير شربة شعير ايوه شربة شعير محب شمدبشة نحط لك شوية بالكل خاطر نعرف اللي والحمص دزون عارف اللي ما يلزمكش شوية برك يعطيك الصحة بارك الله فيك عباد الحمص ما تعرف لازمها تنترني في الحمص وكل شيء اما ساعات الواحد ما يكونش حمص فما عبد ما يكونش حمص
ما ولد ولا ما ينجمش ولا قلق ولا حاجة، بقى يتحط فيها وتحيوه بعد بالريحة بركة يا حمد والله ريحة شاي. الحقيقة أنا مازلت نحب التشيشة معنا المرمز المرمز العربي نتاعنا، حتى فما توا اللي توقع تغلي حتى تلبي والكل، فما اللي توا يعملوا اللي بتاع قراطس اللي يقول لك مفورة ولا كيفاش ويرميها في وقت أنا ما نجمتهاش لازمني تشيشة. الله الله توفر طبيخة ماهرة نطيب أنا طيب مليح أنا نطيب ونحب ناكل معناها زوج نحب الماكلة ما عندكش انا تو حتى كي عامله هالريقله وتخدر الممنوعات برشا عندي او كل ممنوعات ما نعملهاش وما نصنف في الحاجات المسموحه ما نخليش روحي معناها كل شيئتها. لا هو هذاك هو اللي ديجستاسيون معناها اللي يذوق معناها الحاجه. نحب الماكله تو فما عبيد ما يقول لك ناكل وكهوة مثلا، الحقيقة أنا ما نحب الماكلة بنينة وناكلها ونطعمها ونعطيها هكا جوها ووقتها، نحب الماكلة. كوفر تحب الماكلة كهوة ولا تحب الماكلة وحطان الماكلة وتزيين الماكلة؟ تزيين الماكلة يبديش يشكشوكا كي تحطها في صحن، شوف ما بنوا هكا الصحن شوفك الورديت وكل شيء والطبق وكل وزيد بنينه وفنونها وشوفك شطر القارصه للهودي شط ريت هذي الكل يعطيك المنظر. المنظر عنده قيمه كبيره، عنده قيمه كبيره كيفاش تحط كيفاش انا حتى في وحده تطيب كي نراها كيفاش تطيب هي نتشهب ولا تقول سماح. وي انا عندي كنسيلي تحرك تعمل هكا وترجع الغرفه ما ناكلش سيء كاو بترز سيء. وعندك زيدة فما نسيم مدخنين تبدا تتكيف تبدا سيجارو تبدا تعمل هكا وتحط قص في الخضره مثلا. نعرف لي طول الشيخ يسمعوني تقول لك اش معناها اما ما نحبهمش انا ما نحبهمش هذوك كي نغزر الواحد طيب نجم تشهر ماكله اي وساعات كيما اي عندك وعادل زوجك كوثر يتشرد في الماكله ما يتشردش والله ساعه يتشهر حاجه اما ما يطيبش بالكل عكس عب جمله توريت عب تفطر يطيب ويتفنن عادل ما يعرفش يطيب يعرف ياك وما معنى كي طيب له حاجه معنى يحس بقيمه لا يعرف ويحب ويتذوق الحاجات اللي يحب الحاجه البنينه اما هو ما يعرفش مش حتى ما يحبش ما يعرفش طيب مره طيب عجه كي انا مريضه عجه حاجه عمر كان تغير تتخيلش في بالك انت معناها فقس العظم عمل كل شيء ومغرفة الطماطم كيف ما هي ما تحلتش كيفاش عملها ما نعرفش عليه الطماطم قلت له كي حركت ما تحلتش ليه اسمح كوثر الغرام نتاع الكوجينه جا وحده ولا خاطر الوالده نعرفها تحبكم في تحب يعني تعلمنا تحب فوالا ماكمش مش كيما نساء في وقت لا الطفله خليها تقرا وانتم وقتها تقراوا على روحك تقرا وتقول لي ما تمسش اما الغزر تعرف كي تلقى روحك تغزر تتعلم انت ما تفيقش اللي انت قاعد تتعلم الحقيقه ماهيش في مخي معناها كوني نتعلم مثلا نشوفها هي كيفاش تحضر وكيفاش تعمل نعاونوها تمدك الحاجه وتغزر لها. بعد كي وليت انا في داري لقيت روحي نطبق في حاجات من غير ما تشعر تلقى روحك تعمل في طبعه في ذهنك وانت ماكش فايق بيهم راه تلقى روحك تعمل فيهم تلقى روحك حفظت منها برشا حاجات من غير ما تشعر مثلا وفما حاجات لي فما حاجات تعلمتهم مثلا بالفرجه ولا وين اللي قلت لها عليهم عرفت كبرنا تو وليت انا مثلا ما تحب ما مش من النوع اللي تحب طيب كان ماكلتنا كهو تحب تتعلم مثلا هي من نوع تحب تطلع على طلين تموت على طلين تموت على الترتيب نتاعهم قول لك الكلاسيكي واللي تعلمته على دارها فوالا انا لي انا مثلا هي وقت احنا صغار تقول لك هذه ماكله طليانيه تحب يسر الماكله الطليانيه صرت احنا وقت عند رايونو تحب يسر ترتيب طلين تقول لك هذه راهو سبانيور يعملوها مثلا هذه كذا ما تحب تنوع ماهيش منفتحه معناها مش كل مره كيما نسى دونك تقبل الحاجات الجديده والحاجات معناها توا معناها
كي تشوفوا حاجات في معناها في فما حاجات نتبعوهم غوسيت بيان سور كي تبدا نجحه وفيها وتحط التوش نتاعها تقول كذا اللي هو صبني ما نظنش كان هذه صحيحه هكا تصلحها مثلا تعمل حاجات حقيقية تعمل حاجات تبدل حاجه كيما لازانيا اللي بالخضره ما كناش نعملوها مثلا بالبات نعملو فيها العاديه ها توا ولينا نجمو نعملوها فرشه بالتنجيل الحب مفروم والصوص قرع وتجيب منينها تهبل وصحيه. انت القبيله تحكي عن لو مغرمة على الميك نحب نطيب ونحب ناكل علاش ما خممتش في برنامج هكايا نتاع طبخ خممت عملته قبل هو اول برنامج كان تثبتو في حنا بعل كانت شيف رفيق قلت لي وقتها اول هكا كوجينة تعملت وفيها ممثل معناتها يبدا هكا ينشط كل هي انا ورفيق وقتها بعد وليت برشا وليت موضه مليت برشا عملوها وقتها كي اخترت انا الكوجينة قالوا لي كوجينة كيفاه قلت لهم ما نحب نعمل الكوجينة جيت وقتها شويه بيزار الحكايه يا اخي مشيت وقتها بالكدي بالكدي عملته لكن انا ما عملتش ايميسيون كبيره اللي كيما يلزم تتعمل اللي هي يلزمها برشا مصروف وانتاج كبير برامج الطبخ هما معناها مهمين برشا اما كي يولي يشبهوا لبعضهم تولي كوجينة وتعطي غوسيت هكا سامبل وكهو وليت معناها حاجة عادية ولكن الانتاج هو اللي حاكم في هذه خاطر ما نتصورش فما قناة ما تحبش تعمل حاجة كبيرة معناها في الانتاج يتكلفوا برشا دونك مادام الفلوس ما فماش معناها باش تقدم برامج عادية. دونك تشوفها أكثر أزمة انتاج مش أزمة أفكار. لا 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 الأفكار موجودة والناس موجودة اللي تخدم الأفكار أما الانتاجية الفلوس ناقصة فلوس ما فماش. أما كوثر اللي نعرفوه في برامج الطبخ اللي في برشا كمان لي سبونسور يحطوا الفلوس معناها في العادة. إي في العادة. في العادة توا في السنين هذه ناقصة برشا ناقصة برشا. نقصة برشا حتى في الانتاجات بصفة عامة معناها مش كان في الكوجينة سورتو ان شاء الله ترجع كيما تحرك الامور شوية تحسن ان شاء الله يا رب ان شاء الله يظل لي انت ماذا بيك تزيد الشوربة امام مش باش نزيدك خلينا نتعدل البلا اللي بعد لا جوست اما حاولت انه ما يكونش في حاجة اللي قفا شطرو شطر في ما فيش حاجة اللي ما تاكلهاش هذا شو نعملوا يا عبد الطار شو نعملوا شو نيخو منهم الكل شوية شوية أيوة مغرفة صغيرونا بيصير مغرفة نيخو منها مغرفة هك هذيك اللي خممت فيك فيها خطر ما فيها خطر فيها البات ولا فيها البات وما فيهاش يدام بالكل باعتبار أنها مفوحة بال مسموح لي انا هكا به برشا هي ستوره لاكثر سلطه كما لا لا سلطه هي سلطه حتى فيها معنا فيها طريف كريم فريش وبقيه معنا رائعه فما سلطه المشويه ناخذ منها بيخوها شويه وفما بتويا عملت صمصه مالحه المره هذه مش ما مش نخرجوا على البريك والمقليات كذا في الكوشه الله الله في الكوشه هكاك يا عيني نبعدوا على ان شاء الله ربي يداوم علينا النعمه امين يا ربي والله تعرف كي واحد ياكل حاجه بنينه وصحيه مزيان ويقعد قاعده باهيه يقول النعمه تفزت الحمد لله يا ربي وربي ان شاء الله هنا مع العباد اللي ما نجمش وما تخلطش باغ كونتر كوثر الخبز عملته الوالده ما تحب تحب الحاجات هكا الخبز خاطر على نوعين فما خبز طابونه هذا مش بالسوق الحق وفما الخبز الاخر عملته في الدار معناها اليوم في الصباح معناها خلطته الغوسات لقيتها سهله بالكل على كعبتين ياغورت عليهم شطر مغرفه نتاع قهوه ملح هيك وباكو خميره نتاع جاتو واللي عجنها فارينه تخليها كمرخوفه شويه تعملها قريصات وتحطها في بتجلين وعفف روعة ما نعش أول مرة ما أنا بدي مازلت ما ذقتهاش طبعاً ذقوها بعدش قل لي خطر إلا 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 إناس تحب خبز الدار ما قلت لك رمضان ما تعمليش خبز في خبز من السوق يا عيني أنا أول جي أدار ستورة وكل لازم يكون خبز معمول بداية ستورة مبدأ هاي المرة هي حاولنا قل لي رسالة هذه به ولا لا تعب كل اسمع الراجل طيب
يعرف يطيب فنان هاي واللي ما يعرفش يطيب كاف فنان ما يعرفش يطيب تنسيش روحكينا على ما يعرفش يطيب بشير الدريسي بشير يطيب مليح طيب. بشير الدريسي طيب يصنف وماكلته بنينة تحية ليه ده تحية ليه نحبه المتعة ليه آوي. ويدلل عنده ويحب. كيك أي ويحب وعنده يحب الحاجة البيئة في كل شيء معنا يحب تربى زادة هو بالتربية متاعه يحب الحاجة هكا المدلل بشير عنده فرزيته ومحليه يبدأ يحرق ويطيب عنده جو الخاص عالمه أما كوثر توحشني كمان في التلفزة في الأعمال الدرامية مستنسين خاصة قبل كنت تاخذ ما أدوار بوتو لكن اسمك في الجينيريك من الأوائل كنت مش الأول في المسلسلات لكن كمان غبت فترة على الدراما بعد رجعت المكتوب وشوفنيك في براءة في أدوار كمان مش أدوار بوتو ثانوية معنا ليش غبت كوثر على الدراما أنا ما غبتش العبيد تنتظر لهم غبت ما غبتش خاطر ما تنسيش نصيبتي العزيزة خليك 10 سنوات ما غبتش راهو اون باراليل مع نصيبتي العزيزة عندي أعمال أخرى مع الجزائر مع جعفر قاسم سواء كان جمعي فاميلي الأول والثاني ولا الناس اللي حسيتي وإلا عاشور العاشر معناتها اون باراليل مع نصيبتي العزيزة تخدم زيادة في الجزائر دونك ما أنا ما غبتش أما العباد تظهر لهم اللي أنا ما شافونيش ولا ما نعرفش لا مش ما شافوكش أما ما يظن لي أنا حسب رأيي الخاص ايه؟ وأنا بيدي كي نسمع العباد إيش تقول كوثر اللي فات ما يحبوا يشوفوها برشا مرات في أدوار كل مرة في دور لو فات اللي نسيت العزيزة لو ميم بيرسوناج انت كوثر في هذاك اللي يخليهم بسم الله هما كاينك ولا استنسوا بيك غديده تبداش عملت 100 100 100 جزء دونك العزيزة مش حاجه جديده مش جديده بالنسبه لهم في مكتوب فرحنا برشا كثير ولا جوست ما اما مكتوب تعرف قداش عنده من عام بضحكوا لعب مكتوب معناها قبل نسيتي العزيزة برشا يعني برشا عنده فما العشر أكثر من 10 سنين في وسط نسيبتي العزيزة فما دار الوزير اللي عملني لي أما هذو ما كيقولوا نسيبتي العزيزة ودار الوزير دي ماما أعمل كوميدية أكثر من ماهمش درامية لكن لعبيت وحشتك في الدراما كوثر لأنه الالتزام نتاع نسيبتي العزيزة ما خلاناش نخدموا حاجة تخرجوا المقترحات هذا وقت اللي كانت هما اقتراحات الأولوية نسيبتي العزيزة يمكن هي خليتنا زادة نبعده شوية أما كي تكون ملتزم مع عمل ما تنجمش تكون معناتها تخل بالوعد هذاك خاصة أنت من الأبطال متاع المسلسل بعد ما كملنا نسيبتي العزيزة هو اللي خدمنا نسيبتي العزيزة تقريبا الكل ما نجمنيش نكونوا موجودين في أعمال معناتها درامية وباغالات بعد رجعت كل مرة حاجة المسلسلات الثلاث سنين هما الحكاية كلها أنا عاملين الموجودة في كابتن ماجد قبلوا في براءة سنة واحدة ما عملتش يعني رمضان ما خدمتش قبلها كانت فما نسيبتي العزيزة الخليني هكا ولا أما تظهر كيني كانك بعيدة برشا لي برشا تظهر كيني نسيبتي العزيزة كما قلنا لأنهم يظهر لي هذاك في دور معناها خاطر هذاك نفس البيرسوناج يمكن أما أنا بدي متوحشة دراما نحب يجيني نص هكا دراما باهي ما فهميش مقترح معناها ما جانيش كان جاتني حاجة راني خدمت ما فهميش حتى مقترح معناها بيه كثر انت ما تمشيش مش ما تعرفش روحك معناها ما تقولش ان سمعت شو ما نمشيش الحقيقة مش بالمعنى متاع انا كوثر ما نمشيش مش هذيك اصلا مش نمشي باش نحرج الشخص علاش هو كان فما بيرسوناج يمشي معايا مانيش غايبة عليه يعني اكيد جدا راني في بالو كانو البيرسوناج هذيك حاجتهم بكوثر تو يكلموني علاش نعمل له في احراج باش نمشي له هذا هو راه مش بالمنطق انا ما نمشيش مش تكبر ولا حاجه لا ما مش تكبر اما نعرف اللي وقتاش هو العبد يمشي يمشي خاطر ما يعرفوكش باش نعرف بروحي ونقول راني قادر باش نعمل الدور هذا انا هو يعرف انا شنو نعمل وشنو الحاجات اللي عملتهم واذا هو خياله واسع وقادر باش يخرجك في صوره اخرى احلى واحلى المخرجين يشوفوك اكثر كوثر في الكوميديا اكثر من الدراما لا مش صحيح خاطر
الأعمال اللي خدمتهم معناها درامية كانت ممتازة معناها أكيد. من المسلسلات اللي حتى توا ما تعملتش كيفها معناها. ولكن أنا نميل نحب الكوميديا أما نميل نتوحش الدراما معناها نحب نلعب بيناتهم الحقيقة. شفناها في دور في براءة في أي كان كملت أبدعت براءة حكي حاجة والآخرين معناتها ما يشبهوش لبعض. أما إن شاء الله يكون فما نص الكتابة ناقصة الكتيبة النصوص الباهية ما فماش برشا فهمت. مع عبد الحميد بوشناق خدمت ريتو دور صغير وقديش محلي وقديش معناها كان زاد مختلف كان ما كانش مختلف تماما اللي تحكي كوثر في الدومين نتاع التمثيل وكل ولاو يقولوا اللي كل واحد عنده ليكيب نتاعو فما معناها مجموعه راهو هذيك ليكيب باش تخدم مع بعضها كل رمضان كل مخرج عنده حسب انا ما نراهيش غلطه حتى كلو كلونيت فما كلونيت شوف هل يعقل مخرج يخدم مع ناس ما يحبهمش كيفاش باش يخرجهم يا ما لازم ما هو يعطي الفرصه للممثلين الاخرين باش تخدم انت بنفس ليكيب اي لازم يحبهم بوكو شانجي ان ليكيب كي غاني صحيتك دونك انت تعتبر روحك من الكلان ولا من ليكيب نتاع يونس الفالحي شفناك في اكثر من عمل مع يونس ليه اكثر من عمل هو العمل هو نفسه راه قريت عليه شفتي العزيزه وشفتي العزيزه وش اسمه دار لوزير وشفتي زيد عامله كابتن ماجد مش معناها انا من الكلون معناتها واحد قديش من عام تخدم عمل ما يتسميش ماكش من الكلون الكاتب كي يكتب تجم تجي في مخيلته اشخاص يكتب يا اما الشخص مفصل قد على قياسه معناها يا يكتب بيرسوناج في خياله وبعد يركبوا له الشخص يونس من الناس اللي كي يكتب يتخيل برشا ناس محيطين به من الشخصيات او من الاشخاص اللي يتخيلهم كوثر موجوداي لكن مش معناتها هو معناها انا خاطرني من الكلان ولا معناها موجوده لا بالعكس وانا حتى كان هكاك ما راهش غلط معناتها هذه تتقال على عبد الحميد بوشناق وتتقال على سامي الفهلي سي امبورطون المخرج يخدم مع شخص يحبه كيحبه ويفهم تفاصيل وجهه ويفهم احساسه ويفهم واش قاعد يقدم ويعرف كيفاش يخرج واش خرج منه يعرف شي يخرج منه وما عندوش حدود في الكلام معاه كي بدا واحد مش قريب له تلقاه يعس على روحه وباش يشي يتغشش منه وباش يشي كي بدا انسان قريب له يتكلم معاه بطلاقه هذيك راهو مهم راهو في المسرح في التلفزه في اللي تحب وحتى قبل انا نفكر سي عبد الرزاق الحميم الله يرحمه كان عنده جماعي ماذا بيه يخدم ديما معاه تضطر الظروف مش وفما عباد ما يخدمش معاه بالكل معناها هذه حاجه عاديه يعني انت كي تلقى بارتنير نتاعك حتى الممثلين زاده تلقى البارتنير نتاعك ترتاح تلقى الاكتريس اللي انت معها ترتاح لها بينيتكم بالعينين تفهموا بعضكم الخدمه تمشي تلقى معناتها تفهموا بعضكم بالكدي بالكدي فما فرق بين انك تخدم مع شخص ما تتفهمش معاه ما كمش فرد لهنا تلعب تكنيك الخدمه معناها انا ما نحب حلو ادفع ليك ما نحبكش ما عنديش تقدير ليك ونخدم معاك يولي فمك الحاجز هذيك بيني وبينك نعمل خدمتي وديك صعيبة مش ناس كل زادة تنجمها ولي أنا كأني نخدم مع كاميرا أنت مش موجودة بالنسبة لي تخدم خدمتك صحيحة أما البلوس والحساس وكل مثماش صارت لك الحكاية ذي يا كوثر خدمت معك ما تحبوش صارت نجم يصير بختنير مش ما تحبوش بالمعنى خاطر ما فماش الشخصي مش شرعي ما تعطيش معاه ماكش برشا معاه علاقه سطحيه فهمت تأدي الخدمه نتاعك لكن عاده في ادوار تكونك اللي عرفت صغيره عنده مشهد معاك اما كي بدا خدمه طويله دو بريفيرونس تكون العبد هذيك ترتاح له قبل كان جيتو سي عبد الحفيظ الهرقان الله يلزكم بالخير من احسن فترات التلفزه في ادارته هو في اداره سي عبد الحفيظ الهرقان وسي مختار العبيدي في اداره الانتاج كان هو تعاود هو ما عندوش برشا العاصفه صورني في قليبيا وقتها انا ودليله نخدموا مع بعضنا انا خويا الرادار وهي ماخذته كانوا المديرين يحضروا يكونوا ما في بالناش سي عبد الحفيظ ما تفطن بيك قدامك يعمل هكا يجي صحيح حضر مرة على سيكونس قعدوا يصفقوا بعد ما كملنا عليه
دليلة أنا وياها ما عندكش فكرة قديش نفهموا بعضنا في الخدمة وقديش بيناتنا بالإحساس نفهموه معناتها ما خاطرنا صحاب خاطر نقعدوا مع بعضنا. شوف أنا ومدام منى في نسيبتي العزيزة مليش تمثل هي أنت أمك فما حاجة تراها تقول كاني طبيعية جدا كاني طبيعية. بالحق كاني بالحق وحتى في تصرفاتك تلقى روحك وحدك وحدك. أنا خاطر الفترة هذيك مدام منى مديرة فرقة مدينة تونس بعض الأحيان يقولك تتصرف معها خاطرها مديرة يمكن ليه ما عندها حتى علاقة واللي يعرفني يعرف ما نعملش ما نتصرفش كيكا ليه أنت تصرف معها كبنت كأنك بنت بالمجد إحساسك بالحق معناها هذوما حاجات لي ديتاي يمكن العباد ما يفيقوش بيهم لكن هم مهمين برشا في الخدمة. أنا مرهمش غلطين والمخرج الذكي هو اللي يختار الممثلين يكونوا اللي بارتنير اللي باش يخدموا مع بعضهم يكونوا بيناتهم موده في عندهم بيناتهم يرتاحوا لبعضهم ما تختار اكيب ما ترتاحش لبعضها حتى في الخدمه ما تمشيش انتي ليكيب تكنيك ساعات كي ما تختارهاش متفاهمه مع بعضها ما تمشيش خلي ناس اللي ماج اللي هما وجه العمل معليش فيهم الناس. انا ما راهيش ديفوك اللي يقول لك خذي الناس اللي يحبهم يخو للناس اللي يحبهم سي نورمال